ولهذا نشي من خلال الدورات ديك ديالي تاني الخوخ المكاتب التصويت نتلاحظ بعض شان الامور تما وعجبنت ان شاء الله وليس انت من غير عجبن عادي وذا نتقل الحمله الانتخابيه نهار غا الصباح عاد البراشات عاد خبري استقطاب المواطنين دي ابواب المكاتب دي ساحات المكاتب غدا اخر مع الاسف شي نتمنى السلطه تقل واجب الناس وتغيمي شي بوت خزار وتفرج وها وخطر حماس الهواتف وتنقل شغل عين المكان ولهذا من خلال المنبر واني ثاني شي نتحمل المسؤوليه للسلطه باش الدور الناس كما ينبغي وتغيمي بوت تفرج وها استقبال المكالمات وها باش انجح العمليه الانتخابيه الديمقراطيه في الاخير النجاح للوطن باكمله.